بالمناسبة المهندس محمد عبد المجيد من محافظة سوهاج اللي الفضل الأول يرجع لأبنائها في تعمير وتنمية 80% من أراضي محافظة البحر الأحمر، وعلى فكرة مشروعاتهم متميزة وليها طابع بيعشقوا السياح وخصوصا الروس، وبيشتروا وحداتهم ويعيشوا فيها بشكل دائم، وخصوصا العاملين في فنادق الغردقة وسهل حشيش والجونة ومكادي. دلوقتي عايز أتكلم مع حضرتك بخصوص آخر مشروعاتكم هواي سهل حشيش. حضرتك سر اختيار الاسم والستايل بتاع الهواي كان سببه ايه؟ اكتر حاجه بتميز هواي اللي هي الوحدات البانجلوز بتاعتها دي، مختلفه تماما، دي حاجه مميزه. عندي اللاندسكيب، عندي النخل، نوعيه النخل اللي موجوده في اللاندسكيب، نوعيه بالظبط. عندي الواجهات، واجهات الخشبيه، فدي الحاجات المميزه اللي انا اخترتها. وتقبل العملاء كان عامل ازاي للستايل ده؟ طبعا مبسوطين بيه جدا، وستايل جديد، فاي حد دايما بيحب يشتري وحده او بيشتري حاجه دايما بيدور على الجديد. ويمكن كمان المصريين ابتدوا يحسوا باهميه وجمال المكان هنا، وبقوا حابين ان هم ييجوا يتملكوا وحدات جواه. بالظبط، يعني هو فعلا الوضع اختلف تماما عن مثلا من 3 سنين فاتوا او 4 سنين، كان كله أجانب، لكن دلوقتي بقى أصبح ما كناش لسه حاسين بقيمته وجمال المكان. بالظبط، زائد إن هنا أسعارنا ما هتيجي تقارن مثلا بالقاهرة والمناطق الجديدة أقل بكتير جدا من التجمع، وأقل بكتير جدا الأسعار من الشيخ زايد في 6 أكتوبر أو أي مكان في القاهرة. أنت أسعار هناك وهمية، إحنا هنا أسعار على البحر مباشرة وما عنديش نفس الأسعار دي. يعني إحنا نقدر نقول إنه مكان أجمل بسعر كمان منافس أكتر. بالظبط، والاستثمار والخدمات متوفرة. متوفرة، كل الخدمات متوفرة. وبعدين هنا كمان في ميزة إن أنت ممكن الوحدة بتاعتك إن أنت ممكن تأجرها، يعني أنت بتيجي مثلا مرة في السنة او مرتين ممكن الوحده بتاعتك بتسلمها للمشروع، لاداره المشروع. عندك اداره ليسينج او اداره تاجير للوحدات؟ بالظبط، في المشروع ده ان شاء الله هنعمل عندنا اداره للتاجير، دي هتبقى مسؤول عن الايجارات، اي حد عنده وحده بتاعته بناخدها منه وبناجرها له. طب لو تكلمنا اكتر بقى عن تفاصيل المشروع، المشروع كم عماره تقريبا او كم مبنى؟ المشروع 11 مبنى. فيهم كم وحده؟ فيهم 294 وحده. اول مرحله هو عباره عن مرحلتين، اول مرحله 3 مباني اللي حضرتك شايفهم دول، ان شاء الله دول عاملين 94 وحده بالظبط، ال 200 وحده الباقيين دول في المرحله الثانيه، 11 اللي هم 4 في الخلف و4 قدام في الواجهه. وطبعا الثلاث مباني ان شاء الله دول هيخلصوا على نهايه السنه او قبل نهايه السنه ان شاء الله باللاندسكيب بتاعهم. مساحات الوحدات قد ايه تقريبا؟ عندي مساحات 52 متر و61 متر، في 61 متر باوضه وصاله، اوضه صغيره شويه. في يعني 1 بيدروم بتبتدي من 62 او 61 متر. بالظبط، 1 بيدروم 61 متر، في برضو 72 متر برضو بواحد 1 بيدروم برضو بس مساحات اكبر شويه. في عندي 88 متر 2 بيدروم متاحه، في عندي دوبلكس 110 متر، وفي عندي دوبلكس 150 متر، دي في المرحله الاولى. ونوعيه التشطيب ايه هي؟ بشطب على اعلى جوده وعلى اعلى مستوى في التشطيب، يعني كل تشطيبي على اعلى كواليتي. هي الوحدات كلها بتبقى متشطبه؟ بالظبط، ببيعها متشطبه بالتكييف. عندي وحدات موكب دي برضو بفرش، اللي عايز يفرش بنفرش له برضو حسب احتياج العميل. في عندي هنا المكان اولا طبعا، في سبا، في الجيم، في عندي جوه المشروع جوه المشروع عندي مطعم كبير، عندي لاندسكيب مساحه كبيره جدا، في 2 سويمين بول كبار قوي، فانا عندي المشروع على اكتر من ليفل، فاللوكيشن والفيو عندي مختلف تماما. يعني عندي المشروع المرحله الاولى 100% بتشوف البحر كويس جدا، ده مديني الرؤيه للبحر افضل، ان المشروع على اكتر من ليفل، وانا بكلم حضرتك دلوقتي من نقطه، من اعلى نقطه. شوف انت حضرتك المشروع كله بالكامل تحتنا من اول نقطه، انا عندي اماكن في الدور الارضي بتبقى شايف البحر كويس جدا من الدور الارضي. طب الاسعار ايه بقى؟ سعر المتر بحوالي 20,000. ده نقدر نقول ده ستارتنج برايس او بدايه السعر. بالظبط، بيطلع لحد كام تقريبا؟ الاكثر تميز طبعا اكيد بيبقى ممكن بيوصل لل 24 ل 25، كل حاجه حسب السي فيو بتاعها. يعني عندي الدور الارضي مش زي الاول علوي، زي الثاني، كل ما بتعلى بالليفل كل ما بيبقى السعر اعلى.